قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. ما أحلى مزرعة الجد وحكاية تتجدد، ما أحلى مزرعة الجد وحكاية تتجدد. اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البعد، اشتقنا حقا يا جدي لقائك من بعد البعد. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد، أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا، هذا موم القرد وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس كومار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. ما أحلى مزرعة الجد. أين هذا الكتاب؟ يبدو أنني لم أحضره أصلاً، سأحتاج لعمل زيارة سريعة للمدينة. ما رأيك في هذه الرسومات الملونة كخلفيات لفيديوهات القادمة عن المزرعة يا سعود؟ ها؟ لماذا تبدو سوداء هكذا؟ لأن الشاشة انطفأت يا عبقري. أنا سعيدة بفكرة التعاون الإلكتروني هذا. فكرة رائعة من جدي في اليوم المسموح لاستخدام الحواسب. صحيح، ما دمنا سنستخدمها لماذا لا نتعاون معا بدلا من أن يكون كل منا وحده؟ كل وليس كلا، لأنه اسم كان مرفوع بالضمة. ضمة أو فتحة، المهم أننا معا. دعني أبحث لك عنه على شبكة المعلومات. لا أظن أنك ستجده. ثانية واحدة. ها هو، يمكننا شراء نسخة إلكترونية أو مطبوعة. أحضرها إلكترونية يا جدي. أجل، ستتمكن من البحث فيها بسرعة وتكبير الكتابة لتقرأها بدون نظارة. وأين سأقوم بتنزيل هذه النسخة؟ على المنحل؟ سأشتري لك الآن حاسبا آلي. لن أتمكن من التعامل معه. سنساعدك على التعلم يا جدي. لقد كبر سني على تعلم هذه التكنولوجيا. لا أحد كبير على التعلم والتغير. هيا يا جدي، أنا سأجعلك محترف ألعاب إلكترونية. حسنا، خطتنا هذه المرة بسيطة. تمتاز خطتنا بشيئين. ما هما؟ ها؟ ما هما؟ ما هما؟ أولاً أنها بسيطة، وثانياً أنها تفشل دائماً. بالضبط، لهذا ستكون خطتنا ألا نضع خطة. أنا لا أفهم شيئاً، ربما بسبب أنني جائع. أقصد أن محاولاتنا لسرقة المزرعة تفشل دائماً. لماذا لا نصبح طيبين؟ مثل ذلك القرد في المزرعة؟ يا فكر في الأمر جيدا، مميزات أن نصبح طيبين كثيرة: طعام ومأوى في المزرعة، وأصدقاء من البشر سيعاملوننا بلطف. وأنا سأصبح متفائلا. أنا موافق، ما دام هناك طعام ومأوى أنا أيضا موافق. هيا بنا. ها؟ هيا 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 بنا. هيا هيا. ماذا نفعل الآن يا ثعلب؟ يجب أن نثبت لهم حسن نوايانا وأننا تغيرنا. كيف هذا؟ هل نصبح نباتيين مثلا؟ فكرة، ولكن في البداية دعونا نساعدهم في أي شيء وهم سيفهمون أننا تغيرنا. إذن هيا بنا إلى الداخل. برج مراجي. شكرا يا كومار، مبارك عليك يا أبي. دعني أقوم بتشغيله لك يا جدي. اصبر يا سعود،
دع جدك يقوم بتجربته. هذا صعب جدا. المس هذا الزر على الشاشة يا جدي. أوه، ماذا حدث؟ لقد لمست زرا آخر بالخطأ يا جدي. أتعرفون؟ ما كان يجب أن أوافقكم، لا أحد يتغير بعد هذا العمر. ولكن يا أبي، هذا قرار نهائي، خذ هذا الحاسب. ها؟ ما هذه الضوضاء بالخارج؟ يبدو كصوت العنزة سلمى تستغيث. هيا هيا بسرعة إلى الحظيرة. ها؟ لقد وقع موقد الكيروسين وأشعل القش. لا، أحضر الماء بسرعة يا كومار، النار تقترب من سلمى. أثعالب، ماذا يفعلون؟ إنهم ينقذونها. أنتم أنقذتموها ولم تأكلوها؟ كيف هذا؟ هل تغيرت طباعكم؟ لقد تغير الثعالب. هذا شيء عجيب. ليس عجيبا، الكل يمكنه أن يتغير للأفضل. معك حق يا أم سعود، معك حق. تعالوا معي. مومو، تعال وقابل أصدقائك الجدد. اهدأ يا مومو، لقد أصبحوا طيبين وسيبقوا معنا في المزرعة. أين تذهب يا جدي؟ سأذهب للبحث عن طريقة لعمل شبكة إطفاء للحظيرة على الإنترنت. ستستخدم الحاسب؟ إذا كانت الثعالب تغيرت للأفضل فالأولى بي أن أفعل مثلهم، لم يفت الأوان على التغيير. بعد البحث سأواجهك يا جدي في لعبة الشطرنج على الحاسب. وأنا قبلت التحدي، سأقوم بتدريب أصابعي على لمس الشاشة من الآن. اشتقنا حقا يا جدي للقائك من بعد البر. اشتقنا حقا يا جدي للقائك من بعد البر. اهلا اهلا يا احبابي بزيارتكم قلبي يسعد. اهلا اهلا يا احبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا، هذا مومو القرد، وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس كومار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. ما أحلى مزرعة الجد. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.